الواجهة الأمامية هي واجهة المحراب، والمحراب بهذا الحجم وهذه المساحة الكبيرة سيحتوي على غرفة للإمام والمؤذن. ثم سيظهر أمامنا في الناحية العلوية القبة الرئيسية التي ستكون بقطر 10 متر وبارتفاع 15 مترا، وكما نرى ستكون عندنا السدة الأولى ثم السدة الثانية ثم السقف الأخير. هذه بفضل الله سبحانه وتعالى تم اليوم إنجازه على خير.